بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه أختكم في الله من ليبيا، استعرضنا بعض من أسئلتها في الحلقة الماضية، بقي لها جملة من الأسئلة في هذه الرسالة. تقول فضيلة الشيخ: الشخص الذي تورط في بناء بيت بقرض ربوي، كيف تكون التوبة في مثل هذه الحالة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد، فمن فعله أن أخذ الربا إن كان مستحلا له فإنه كافر، وإن كان غير مستحل له إنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كل حال، التوبة تجب ما قبلها، سواء استحله أو لم يستحله، فيتوب إلى الله عز وجل مما فعل توبة صادقة وتوبة صحيحة. وإذا استعمل الربا في بناء أو في أكل أو شرب أو غير ذلك، فإنه يخرج المبلغ، قدر مبلغ الربا يخرجه ويضعه في مشروع من المشاريع العامة التي ينتفع بها ليتخلص منه. فعلى السائل أن يخرج مقدار الربا الذي بنى منه البيت فيضعه في مشروع عام انتفع به، نعم، مع التوبة إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. تسأل عن صفة الاستغفار، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وعلم أصحابه وأمته الاستغفار بهذه الصيغة وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر رضي الله عنه، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. أحسن الله إليكم. لها سؤال أيضا عن الاستغفار، تقول: هل الذكر والتسبيح والاستغفار يكون سرا أو جهرا يا شيخ؟ الأفضل أن يكون سرا ويتلفظ به، الأفضل أن يتلفظ به بصوت سري يسمع نفسه بقدر ما يسمع نفسه، وإن جهر به فلا بأس، لكن الأفضل الإسرار. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: أيهما أفضل في لباس المرأة بين النساء، أن تلبس لباسا يكشف ما يباح لها الكشف عنه كالذراعين والساقين والشعر، أم الأفضل لها أن تلبس الواسع الفضفاض الذي لا يكشف إلا عن الوجه والكفين فقط مأجورين؟ نعم، هو هذا، تلبس اللباس المحتشم، تلبس ما يسترها ولا يكون ضيقا ولا يكون شفافا، ولا تبدي عند النساء إلا وجهها ورأسها وكفيها وقدميها. أما كشف الساق أو كشف الذراعين عند النساء، هذا أمر لا يجوز، لأنها تكون قدوة سيئة للنساء، ولأن هذا لا حاجة إليه، كشف هذه الأمور لا حاجة إليها، سترها لا شك أنه أضبط وأحفظ للمرأة. نعم. تقول السائلة: ما مدى صحة هذا الحديث: من صلى المغرب والعشاء الآخر في ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر؟ لا أعرف لفظ هذا الحديث، ولكن ليلة القدر فيها فضل عظيم، قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا يشمل الأعمال الصالحة، سواء من صلاة أو قيام، يعني قيام
قيام في الصلاة، وكذلك يشمل تلاوة القرآن ويشمل الاستغفار والدعاء. الإكثار من الدعاء في هذه الليلة لأنها ليلة إجابة بإذن الله، فيكثر من الأعمال الصالحة في هذه الليلة من صلاة ودعاء واستغفار وغير ذلك. نعم. أخيرا هذه الأخت السائلة تسأل وتقول في سؤالها الأخير: هل يجوز للمرأة أن تقول عن الرجال الأجانب كالعلماء والصالحين بأنني أحبهم في الله؟ نعم، المحبة في الله والموالاة في الله من أعظم عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما في الحديث، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ويصرح الإنسان لأخيه إذا كان يحبه فيخبره بذلك لأنه يحبه في الله، ويقول المحبوب: يقول أحبك الذي أحببتني فيه، ويدعو له بمثل هذا. فهذا من السنة، الحب في الله والبغض في الله هذا واجب، وأما إعلانه وإخبار المحبوب به هذا سنة ومستحب. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. من الأخ المستمع عين سين ألف رسالة بعث بها مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أشتري سيارة من إحدى الوكالات فوجدت سعرها نقدا 4000 ريال عماني، والسعر بالأقساط يختلف 5500 ريال عماني، ولا أستطيع أن أشتري نقدا، فهل يجوز لي أن أشتريها بالأقساط أم أن هذا داخل في الربا؟ لا بأس بذلك، وليس هذا من الربا، البيع بالأجل زيادة على البيع الحاضر هذا لا بأس به، لأن الناس لا يبيعون بالأجل إلا إذا حصلوا على زيادة، وهذا لا بأس به، وإلا تعطلت مصالح المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أصبح الإنسان جنبا أو محتلما ودخل وقت صلاة الفجر، فهل يجب عليه أن يغتسل وقد تفوت صلاة الجماعة، أم يكفيه التيمم؟ شير لا يجوز التيمم مع وجود الماء، فعليه أن يتطهر بالماء ثم يذهب إلى صلاة الجماعة ولو فاتته صلاة الجماعة، أي يتطهر بالماء ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، التطهر شرط من شروط صحة الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم يبح التيمم مع وجود الماء إلا للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، أو مع عدم الماء فلم تجدوا ماء، يعني في حالتين: حالة عدم وجود الماء، والحالة الثانية العجز عن استعماله، ففي هاتين الحالتين يجوز التيمم بالتراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من عمان: إذا دخلت المسجد عند الزوال فهل علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت المسجد تريد الجلوس فيه فإنك تصلي ركعتين عملا بهذا الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من ميم ألف المغرب الدار البيضاء، يقول: فضيلة الشيخ، أود أن تجيبوني على سؤالي هذا، فأنا في حيرة من أمري. عمري الآن 27 سنة، ومنذ 4 سنوات ارتكبت خطيئة كبرى، ألا وهي الزنا، وكان معي مجموعة من الأشخاص، والآن تاب الله علي وتبت إلى الله عز وجل، وضاقت بي الدنيا ولم أحتمل نفسي لا في العمل ولا في البيت، فأنا أضيع وقتي الآن في التفكير، ويوسوس لي الشيطان بأن الله لن يغفر لي هذه الذنوب، علما بأنني أصبحت أصلي الصلاة في أوقاتها، وأصوم يوم الاثنين والخميس، وأقرأ ما يتيسر من القرآن، وأتقرب إلى ربي بالنوافل.
كيف توجهونني مأجورين؟ نوجهك بأن التوبة إلى الله عز وجل تمحو ما قبلها من الزنا وغيره. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان الله يغفر الكفر والشرك بالتوبة، الزنا من باب أولى. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الزنا مع الشرك ومع قتل النفس وأخبر أنه يتوب على من تاب من هذه الذنوب ويبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فدع عنك الوسواس وأبشر بالخير وأبشر بالمغفرة من الله عز وجل إذا صدقت توبتك واستمررت عليها، فأبشر بالخير والتوبة من الله عز وجل كما وعد الله بذلك، فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، كيف تقوى الهمة في طلب العلم؟ تقوى الهمة إذا صار عند الإنسان رغبة في طلب العلم وتفرغ له بالتفرغ الذي يكفيه، أعطاه الوقت الذي يكفيه ووجد من يعلمه من أهل العلم. إذا توفرت الشروط التي تعين الإنسان على طلب العلم فإنه يقوى بذلك عزمه، والاستمرار أيضا، وأيضا الصبر على طلب العلم، لأن طالب العلم يتعب بلا شك ولكن يصبر، فإذا صبر أعانه الله عز وجل. يصبر على مجالسة العلماء، يصبر على المذاكرة، يصبر على التعب. السلف الصالح كانوا يسافرون المسافات البعيدة طلب العلم وتلقيه عن العلماء والمحدثين، ويرتكبون الأخطار والفقر والحاجة، كل ذلك من أجل طلب العلم. فإذا وجدت العزيمة الصادقة والنية الطيبة فإن الله يعين المسلم على طلب العلم مع الصبر أيضا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فلا بد من الصبر، الاحتساب وإخلاص النية لله عز وجل، اكتساب الأجر عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت السائلة تقول: ما الفرق فضيلة الشيخ بين خلاف العلماء واختلاف العلماء؟ لا فرق بينهما، الخلاف والاختلاف بمعنى أن العلماء تختلف وجهات نظرهم في المسائل الفقهية. نعم. مسائل الاجتهادية، أما مسائل العقيدة والعبادة فهذه ليست مجالا للاختلاف لأنها توقيفية، وقد يراد بالاختلاف تفرق، هذا لا يجوز. الاختلاف الذي بمعنى التفرق بين المسلمين هذا لا يجوز. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق بين المسلمين والتعادي بين المسلمين هذا لا يجوز. أما الاختلاف استنباط المسائل الاجتهادية فهذا لا يوجب تفرقا ولا يوجب عداوة، وهذا لا بد منه، لكن مع ذلك لا بد من الأخذ بما يدل عليه الدليل من أقوال المختلفين والرجوع إلى الصواب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. من أسئلة الأخت تقول: فضيلة الشيخ، ما هي علامات قبول العمل الصالح الشيخ؟ علامات قبول العمل الصالح أن يوفق الإنسان لمواصلة العمل بعده. فإذا وفق الإنسان لمواصلة العمل وأتى بعد الحسنة بحسنة مثلها وواصل، فإن هذا علامة على القبول. وكذلك من علامات القبول ارتياح النفس واطمئنانها ومحبتها للخير والاستمرار في العمل الصالح، هذا دليل على القبول. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا أثنى الناس على شخص وهو يعلم بأنه لا زال مقصر ولم يطلب منهم الثناء، هل يعتبر هذا من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ إذا كان هو لا يحب ذلك ولا يقصده، وإنما الناس أثنوا عليه، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. الحمد لله، هذا من عاجل بشرى المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على شخص قال: أنتم شهداء الله في أرضي. فإذا أثنوا عليه من غير أن يتطلع هو لذلك ولم يقصده في قلبه ونيته، فهذا لا يضره، بل هو من عاجل بشرى المؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا. ميم باء الحربي القصيم تقول: هل يجوز أن يصلي الشخص قاعدا في صلاته؟ هذا فيه تفصيل. أما نعم، في الفريضة فلا يجوز له أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة في حق المستطيع. أما النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا ولو كان يقدر على القيام، لكن له نصف الأجر. نصف الأجر، نصف صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في النافلة. أما الفريضة فلا بد من القيام مع القدر، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. الفريضة لا يصح فيها القعود بدل القيام إلا مع العجز، وأما النافلة فيجوز هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من بال حربي القصيم يقول: ما صفة التلبية إذا كان الشخص قارنا وإذا قدم الحج على العمرة؟ هل في هذا شيء؟ وهل الأفضل أن يقول لبيك حجا وعمرة أم عمرة وحجا؟ لا بأس بذلك، كلا الصيغتين لا بأس به. إذا كان قارنا إنه يقول لبيك عمرة وحجا، وإن قال ربيك اللهم حجا وعمرة فلا بأس بذلك. نعم. أما إذا كان متمتعا فإنه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا فإنه يقول لبيك اللهم حجا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم الرياض يقول: كيف تكون عقيدة الإنسان سليمة وهو لم يفرق أو لم يعرف نواقض الإسلام ومات على ذلك ولم ينكر شيء منها، فهل يعتبر آثما؟ نعم، إذا كان من العوام وعقيدته سليمة فإنه يعتبر مسلما مؤمنا، وإذا مات على ذلك فإنه مات على الإسلام ولو لم يعرف نواقض الإسلام، لكن معرفتها فيها خير لأجل أن يتجنبها، لأجل أن يحذر منها، فيكون مقصرا في طلب العلم ومعرفة ما يجب عليه، لكن هذا لا ينقص في إيمانه وعقيدته إن شاء الله إذا لم يرتكب ناقضا من هذه النواقض. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة سائل فاء دال ميم المملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال: إمام مسجد وفقه الله دائما يجعل المصلين الذين خلفه من أصدقائه، وإذا صلى خلفه أحد الشباب يضيق صدره ويقول له: غير مكانك، يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ إذا كان هذا بحسب الهوى وتقديم من يحبه ويعرفه ويؤخر من لا يعرفه ومن لا يحبه فهذا لا يجوز. من سبق إلى مكان فهو أحق به، الحق للسابق ولو كان لا يعرفه ولو كان لا يحبه أيضا، الدين ليس فيه محاباة. أما إذا كان من يقدمهم من أهل الفضل والعلم من أجل أن يعمل بالحديث وليس عن هوى ولا عن تغرب فلا بأس، لكن الأولى بهؤلاء أن يأتوا سابقين ومتقدمين. وعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا في حق من تقدم، أما من تأخر فلا حق له في المكان ولو كان من أهل الأحلام والنهى، لأنه هو الذي قصر. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. بعض الناس على أساس فضيلة الشيخ أنه يأتي إلى المسجد ويجلس في آخر الصف، وإذا أقام الإمام جاء يركض لا بأس إذا كان موجودا في المسجد. نعم. وجاء المسجد فلا بأس أن يجعل في مكانه شيء يحفظه له ويتأخر
يجلس في مكان لأجل الذكر أو تلاوة القرآن أو التوسع فيه ما دام أنه موجود في المسجد، وإن كان الأولى أن يبقى في مكان، لكن يجوز له أن يتأخر أو يتقدم ويكون مكانه محفوظا له، لا بأس بذلك. لا بأس. أما إن كان يحجز المكان ويخرج لبيته ويشتغل بأمور دنياه وبعدين يجي ويطرد الناس عن هذا المكان، هذا لا يجوز، وهذا ظلم واغتصاب لهذه البقعة. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذا كان مجموعة في سيارة ومعهم نساء وكبار سن، هل يجوز على بقية الرفاق أن يدفعوا إلى المزدلفة لرمي الجمرة لرمي الجمرات بعد منتصف الليل؟ الجواز يجوز للضعفة ومرخص لهم، ولمن بصحبتهم من الأقوياء يجوز الدفع للجميع، لأن الرخصة عامة، ولكن الأقوياء إذا كانوا يستطيعون البقاء إلى صلاة الفجر والدفع قبل طلوع الشمس فهذا أفضل لهم. من يستطيع البقاء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله بعد صلاة الفجر، ثم يفيض إلى منى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا كان ما يستطيع البقاء بعدهم فإنه يذهب معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من اليمن حسين عين، أسأل عن آية الكرسي والتشهد. يقول عن آية الكرسي والتشهد: هناك أناس يقرؤونها بعد الصلاة جهرا، فهل نقرأ معهم أم لا؟ القراءة الجماعية لا تجوز وهي بدعة، كذلك رفع الأصوات الذي يشوش على الآخرين هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الأذى، فتقرأ آية الكرسي سرا ولا تشوش بها على أحد. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ عن الوقف عند الناس، بعض الناس يهملون حق الوقف، وما موقف الوكيل الذي على هذا الوقف؟ هل هو يأثم؟ نعم، الناظر على الوقف يجب عليه أن ينفذه على شرط الواقف، ما لم يخالف الشرع يجب عليه أن ينفذه، فإذا كان لا يستطيع تنفيذه أو ليس عنده رغبة في تنفيذه فليتحول عن النظارة ليقام غيره مكانه ممن ينفذ، ولا يحرم الميت من نفع وقفه ويهمل ذلك، هذه مسؤولية وأمانة، إن كان يستطيع القيام بها وتنفيذها فله في ذلك أجر، وللميت نفع في جريان الأجر عليه بعد موته، لأن هذا من الصدقة الجارية التي يجري نفعها على الميت بعد موته، فلا يحرمه من هذا الثواب. إذا كان ما عنده استعداد للقيام بتنفيذ الوقف فليتنحى عنه لغيره ممن يقوم بذلك. نعم. هذه سائلة للبرنامج لها مجموعة من الأسئلة، نأخذ البعض منها. تسأل فضيلة الشيخ وتقول: بعض الناس يعتقد بأنه عندما يضع المصحف أو أي شيء في جيبه من الذكر أو في دكانه أو في بيته يعتقدون بأن ذلك يحميه ويحرسه إلى آخره، كيف نوجه مثل هؤلاء مأجورين؟ هذا من الغلط والجهل، فلا يجوز اتخاذ المصاحف للحروز والحجب، هذا لا يجوز، ولا يعتمد على الحروز وعلى الحجب ولو كانت من القرآن، ولا يجوز تعليقها على الجدران لأجل الحرز أو على السيارة أو على الرقبة، كل هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ التمائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية أو في حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. لا يجوز العمل هذا، والقرآن أنزله الله للتلاوة والتدبر والعمل به، ولم ينزله للتعليق وجعله حروز أو حجب كما يفعله الجهال. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. استمعونا بحول الله تعالى. بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه ولو كان كثيرا، لأنه بغير اختياره. وكذلك من المفطرات بسبب ما يخرج من البدن الحيض بالنسبة للمرأة
والنفاس بالنسبة للمرأة، الحيض والنفاس يبطلان الصيام ولا يصح معهما صيام. هذه مفطرات حسية. أما المفطرات المعنوية فهي كل المعاصي، كل المعاصي قولية كانت، مثل الكلام المحرم من شتم ولعن وغيبة ونميمة وشهادة زور غير ذلك، أو النظر المحرم، يعني ينظر إلى ما حرم الله من الصور الفاتنة والنساء وغير ذلك، أو ينظر في قنوات الفضائية التي فيها صور النساء أو العري أو غير ذلك من فعل الفواحش، فهذا أيضا نظر محرم في كل الوقت، في كل الأوقات، وفي الصيام أشد تحريما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، ما بينتم ووضحتم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.